السلام عليكم وبركاته، اهلا وسهلا بيكم وكل سنه طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. النهارده هنشوف مع بعض حل التحدي اللي حطيناه على الشانل الاسبوع اللي فات، وقبل ما نشوف الحل تعال نفتكر مع بعض التشالنج كان بيقول ايه بالظبط. عندي جدول في بيانات 20 موظف، زي ما حضرتك شايف كده، الكولوم الاولاني في النيم، الكولوم الثاني في الاي دي، وبعد كده الباند او الدرجه الوظيفيه، وبعد كده الديبارتمنت او القسم اللي بيشتغل فيه كل موظف. عندي جدول صغير عايز استخدمه عشان اعمل بحث، جدول فيه كولوم واحد، بعد كده الاوتبوت بتاع البحث ده او المخرجات البحث هيطلع في الجدول اللي خارج من الكويري زي ما حضرتك شايف. تعال نبدا نجرب نبحث عن اسم من الاسامي، وليكن مثلا ايهاب احمد، هاخد منه كوبي واحطه هنا كنترول في، وبعد كده رايت كليك واقول له ريفرش، هيجيب لي فعلا بيانات ايهاب احمد. طيب افرض انا عايز اعمل بحث بالاي دي مش بالاسم، تعال طب نجرب كده نشوف هيشتغل معانا نفس الجدول ده ولا مش هيشتغل. فهاخد مثلا 1005، هكتب هنا 1005، الاي دي 1005، وطبعا الهيدر محتاج اكتب فيه اي دي مكان نيم، يعني يبقى الهيدر مظبوط رايح يقرا بالظبط زي اسم الكولوم. رايت كليك وريفرش، فعلا جاب لي سلمى عادل اي دي 1005 والباند سي وهكذا، يعني ما التزمش بكولوم معين. طب تعال نجرب الباند، هنقول له انا عايز اعمل بحث بالباند، تعالى هات لنا باند A، رايت كليك وريفرش، جاب لي فعلا كل الناس اللي موجوده في الباند A. طب عايز ازود باند كمان، يعني A و B، رايت كليك وريفرش، يبقى ادي كل الناس اللي في باند A وباند B. طب هيشتغل على الديبارتمنت، تعالى نجرب. تعالى طبعا لازم تحط اسم الديبارتمنت مظبوط في الهيدر، ادي الديبارتمنت، وتعالى ناخد مثلا الفاينانس والسيلز، الفاينانس والسيلز، ريفرش، ادي الناس اللي في الفاينانس والناس اللي في السيلز. عشان كده انا مسمي التحدي ده الفليكس فلتر. الحل النهارده هيكون بطريقتين كالعاده، الطريقه الاولى باستخدام ام لانجويج، ودي هنركز عليها بشكل اكبر، وفي اخر الفيديو هنشوف مع بعض ازاي ممكن كمان نعمل حل باستخدام الميرج كويريز. طبعا انا جات لي الحلول بالطريقتين دول، عشان كده حريص ان انا اعرض عليكم الحلين. متاسف ان هو هيكون فيديو طويل شويه، لكن اعتقد هيكون مفيد وفي بعض التمارين المهمه اللي ممكن تفيد سواء في الموضوع ده او في موضوعات تانية اخرى. ويلا بينا بسرعه نروح على الاكسل ونشوف مع بعض الحل الاولاني. تعال نحط مع بعض خطه سريعه ونشوف ازاي ممكن نحل التشالنج ده مع بعض. عندنا اكتر من مشكله عايزين نتعامل معاها، تعال نحاول نقسمهم مع بعض. المشكله الاولى والاوبجكتيف الرئيسي ان انا اعمل عمليه مقارنه ما بين سنجل فاليو اللي موجوده كل لاين وما بين لسته من الفاليوز اللي موجوده داخل جدول البحث او الجدول اللي بستخدمه كفلتر. اللي محتاج اعمله ببساطه اعدي على لاين باي لاين، وليكن مثلا اول تو لاينز تعال نجربهم كده. اللاين الاولاني هلاقي ان الباند بتاعه هو الباند دي، هروح اقارن الدي دي بالمعلومات اللي موجوده في الكولوم ده، هلاقي ان الدي لا تساوي A ولا تساوي B، يبقى في الحاله دي انا هستبعد اول لاين ومش هاخده معايا، يبقى اللاين الاولاني هيديني فولس وانا مش عايزه. اللاين الثاني هلاقي ان القيمه فيه هي القيمه A، هروح اقارن قيمه A اللي موجوده في الباند مع التو فاليوز دول، هلاقي فعلا الA بتساوي واحده منهم اللي هي الA الاولانيه، يبقى في الحاله دي هناخد معانا اللاين ده، هيخش معانا جوه المنتج النهائي او جوه الجدول النهائي. يبقى دي اول حاجه، اول مشكله محتاج احلها ان انا اقارن فاليو واحده بليستا، وعشان اعمل كده هنستخدم فانكشن ظريفه جدا استخدمناها قبل كده. الفانكشن دي اسمها list.contains، وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تقارن فاليو واحده اللي جوه كل لاين لوحده بمجموعه من الفاليوز داخل لستة. طيب عشان اعمل الخطوه دي محتاج اعمل حاجه كمان، محتاج ان انا استخرج المعلومات اللي موجوده هنا، المعلومات اللي هي من غير الهيدر، احطها جوه لستة، لاني بعد كده هستخدم فانكشن محتاج الانبوت بتاعها هيكون لستة. يبقى عشان استخرج مجموعه المعلومات دي محتاج فانكشن ثانيه تطلع لي من داخل العمود ايه هي الفاليوز اللي هعمل عليها المقارنه وتحطها جوه لستة. والقصه دي كلها هتتعمل بفانكشن برضو ظريفه جدا، الفانكشن دي اسمها table.column. table.column دي كل اللي هنعمله ان احنا هنروح على كولوم معين وهنقول لو سمحت ادي اسم التيبل وادي اسم الكولوم، حط لي الفاليوز الموجوده جواها داخل لسته. طيب عندي مشكله ثانيه، محتاج ابدا اشتغل على تحديد اسم الكولوم نفسه لان هو ممكن يتغير. ازاي ممكن يتغير؟ النهارده مثلا وليكن انا شغال على الباند زي ما حضرتك شايف كده، شغال على الكولوم اللي اسمه باند زي ما هو موجود هنا، لكن بكره ممكن اشتغل على الديبارتمنت، ممكن بعد كده اشتغل على الاي دي وهكذا. فمحتاج حاجه تحدد لي الكولوم بشكل ديناميكي. عشان نقدر نحدد الكولوم بشكل ديناميكي هنعملها على خطوتين.
الخطوة الأولى إزاي نستخرج الهيدر بتاع الكولوم، وأعتقد دي برضو حاجة إحنا عملناها قبل كده واستخدمنا فيها فانكشن برضو معروفة بشكل أو آخر، والفانكشن دي اسمها table.columnNames. بمنتهى البساطة الفانكشن دي هتطلع لي لستة بأسامي الهيدرز اللي موجودة في الجدول، وطبعا طالما هو جدول فيه كولوم واحد يبقى هيطلع لي اسم واحد اللي هو في الحالة بتاعتنا هيكون اسمه باند، وده طبعا هيطلع بشكل ديناميكي مهما حصل تغيير في اسم الكولوم هيجي لي برضو الاسم بشكل صحيح. طيب عشان نقدر نعمل المقارنة بشكل صحيح كمان محتاجين ان احنا نعرف انه كولوم بالظبط، انا جبت الاسم لكن محتاج اروح جوه الجدول ده واحدد الكولوم اللي انا فعلا هقوم فيه بعملية المقارنة. احسن طريقة عشان اعمل كده ممكن اتخيل بس حاجة مش هعملها حقيقي لكن هتخيلها، ممكن اتخيل ان هضيف كولوم زيادة هنا، الكولوم ده هيكون دوبليكيت لاحد الكولومز اللي هنا، هيكون عبارة عن تكرار لكولوم من الكولومز اللي موجودة، وطبعا الكولوم ده هيكون هو الكولوم اللي هستخدمه في عملية الفلتريشن، يبقى كمان هروح اجيب المعلومات اللي موجودة في الكولوم اللي هعمل فلتريشن وحطها، هعتبر بس كده فيرشولي او بشكل تخيلي اني هعمل كولوم زيادة هو عبارة عن دوبليكيشن لواحد من الكولومز دول، وهقدر اجيبه باستخدام الاسم اللي طلعناه من table.columnNames. طب عشان اعمل كده هل هحتاج فانكشن كمان؟ هحتاج فانكشن تساعدني ان انا اعمل العملية دي، والفانكشن دي هيكون اسمها record.field. هنشوف ازاي الفانكشن دي ممكن ان هي تختار لي المعلومات اللي انا محتاجها من اي ريكورد، انا عندي طبعا الجدول مجموعة من الريكوردز، هشوف اي معلومة انا محتاجها بدلالة الاسم اللي احنا جبناه عن طريق الفانكشن اللي اسمها table.columnNames. وانس بقى عندي كل الكلام ده ممكن في الاخر اعمل عملية الفلتر بشكل ممتاز، وطبعا برضو عشان اعمل موضوع الفلتر هستخدم فانكشن، الفانكشن دي برضو معروفة، هستخدم فانكشن اسمها table.selectRows. يبقى انا عندي تقريبا واحنا شغالين هنشوف 5 فانكشنز: list.contains، table.column، table.columnNames، record.field، واخيرا table.selectRows، وهنحاول نمشي خطوه بخطوه عشان نوضح الموضوع هيتحل ازاي. طبعا خد بالك الحل اللي انا بقوله ده كله باستخدام الام لانجويج، في بعض الناس بعتت لي حلول باستخدام ميرج وهو فعلا حل كويس، في قصور واحد او عيب واحد بس. في نهايه الفيديو هوريك ازاي ممكن في النص كده انت ممكن تعدل الحل بتاعك وتخليه يمشي عن طريق الميرج، لكن برضو هتحتاج تغير حاجه في الام كود، يعني هتعمل الميرج الطبيعي بيوزر انترفيس لكن بعد كده هنغير حته صغيره في الكود بتاعها عشان تشتغل معانا بشكل دايناميك. معلش مقدمه طويله بس مهمه علشان واحنا شغالين نبقى فاهمين كل خطوه بنعملها ليه بالظبط. فتعال نروح دلوقتي على الكويري ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. انا اوريدي اخدت الجدولين على الباور كويري، اول واحد اسمه داتا، تعال نغير اسمه شويه هسميه مثلا داتا اندرسكور ام كود. ليه؟ لاني هعمل سولوشن تاني باستخدام ميرج، فخلينا نخليه اسمه ام كود، وطبعا خطوتين بس السورس وتشينج تايب الاثنين كويسين هسيبهم زي ما هم. وده الجدول التاني اسمه فليكس فلتر، برضو خطوتين السورس وتشينج تايب، انا هلغي تشينج تايب. ليه؟ لاني بعد كده لما هنغير الكولوم هيدر ممكن هنا احط مثلا ديبارتمنت، هيجي يبص على الchange type دي هيلاقي band مش هيلاقي department، فممكن يحصل مشكلة في الكويري بتاعتك، فأحسن هنشيلها والtype مش هيفرق معانا بالنسبة للجدول ده، فبس هسيب السورس فقط لا غير. هرجع تاني هنا وتعالى نبدأ نشتغل. أول حاجة هعملها غير شوية شرح اللي قلتهولك، أنا أول حاجة هعملها هبدأ أعمل موضوع إضافة كولوم زيادة هنا، يعني هنا كأني عايز أستخرج الكولوم اللي هعمل عليه عملية الفلتريشن. بمعنى إيه؟ في الحالة بتاعتنا اللي إحنا فيها دلوقتي إحنا عايزين نفلتر على الباند، فهروح أعمل كولوم هنا جديد هديله أي اسم وليكن كاستم، لان انا الاسم محتاج اوحده ما يبقاش بيتغير بتغير بتغير الكولوم اللي انا هختاره بعد كده، وهجيب فيه المعلومات دي، اجيب المعلومات دي اروح احطها هنا، فكاني عملت دوبليكيشن بس باسم ثابت هنا ما بيتغيرش. طب عشان اعمل كده هنعمل طبعا اي عمليه اضافه كولوم هروح على الاد كولوم، من اد كولوم هختار كاستم كولوم، هيفتح لي الكاستم كولوم ويندو زي ما حضرتك شايف كده، الاسم الكولوم كاستم سيبه زي ما هو، كده كده مش هيبقى ظاهر في المنتج النهائي. وبعد كده في الفورمولا مش هكتب اي حاجه غير اعمل اندرسكور، وتعالى نشوف هتدينا ايه. لو دوست اوكي هتلاقي ادي فعلا كولوم جديد اسمه كاستم وجواه ريكورد 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 ريكورد، لو انت تشيك على اي واحده فيهم وليكن دي مثلا هتلاقي هنا في ابراهيم كمال، مين ابراهيم كمال ده؟ وفعلا اول واحد ابراهيم كامل اول واحد، وادي الاي بتاعه، طبعا هنا اسامي الفيلدز وهنا الداتا بتاعتها، يعني كانه جايب نفس الصف الاولاني بس حاطهولك بالطول. روح على الريكورد اللي بعده هتلاقي الصف الثاني، روح على اللي بعده الصف الثالث وهكذا، يبقى كاني حاطط الريكورد بالكامل. طب انا مش عايز كل الريكورد، انا عايز معلومه واحده منها اللي هي الباند،
طب عشان اعمل كده هنعمل ايه؟ هنعمل هنا edit، وبدل الاندرسكور اللي لوحدها دي هنحطها جوه فانكشن اسمها record.field. فهكتب record.field موجوده اهي، هفتح قوس طالب مني حاجتين، عايز مني ريكورد، فين الريكورد؟ هي نفس الاندرسكور. طيب وعايز مني اسم الفيلد، انا دلوقتي عارف اسم الفيلد اللي هو باند، فهكتب باند. وخلينا نمشيها كده دلوقتي، وبعد كده هنبدا ايه نعمل عمليه التعديل. فهكتب باند واقفل القوس وادوس على اوكي، فهيعمل لي فعلا ادي بقى كاستم اهو، وعندي ايه كل المعلومات اللي كانت موجوده اصلا في الكولوم اللي اسمه باند. طب انا استفدت ايه؟ اتليست بقى عندي اسم ثابت ممكن استعمله عشان اعمل عمليه الفلتر، لكن هتشوف هحتاجها كمان بشكل احسن من انا بقولك ده. لكن تخيل كده انا اضفت كولوم جديد اسمه ما بيتغيرش عشان استخدمه في عمليه الكومباريزن. يعني انت في اي وقت هتختار اي كولوم سواء كان اي دي او باند او ديبارتمنت، الكولوم اللي هيطلع لك هيبقى اسمه دايما كاستم. ودي ميزتها في ايه؟ ميزتها انا ممكن استخدم اعمل الفلتر على الكولوم ده، وبالتالي مش هحتاس في قصه الايه الدايناميك نيم، انا دايما بفلتر على كاستم وفي الاخر اشيله. طبعا هنعملها كده وهوريك كمان طريقه ايه احسن شويه، بس خلينا نمشي كده بالترتيب ده ونشوف ايه ايه اللي هيحصل بالظبط. طيب وانس ان انا عرفت اجيب الباند بس انا كاتبه بايديا، عايز اشوف طريقه ان انا اخلي الاسم الفيلد ده يبقى دايناميك، يعني مش كل مره يجيب لي الباند. طبعا هنا انا كاتبه بايدي، فكل مره هيجيب لي الباند مهما غيرت الكولوم اللي جاي لي من الفلتر، يبقى انا محتاج حاجه تجيبها لي بشكل دايناميك، واحنا قلناها. فممكن اضيف خطوه جديده اقول له لو سمحت اعمل لي كاستم فانكشن، اعمل لي كاستم ستيب، فهيديني هنا كاستم 1 وهيرفرنس الخطوه اللي قبليها، فممكن اديليت. وهنستخدم زي ما اتفقنا تيبل دوت كولوم نيمز، هكتب تيبل دوت كولوم نيمز وافتح قوس هيطلب مني تيبل استيبل. التيبل المره دي هيبقى الفليكس فلتر عشان اجيب منه اسم الكولوم اللي انا عايزه. هعمل علامه الصح او التشيك مارك، هتلاقي عندك لسته ما فيهاش غير ايتم واحد اللي هو الباند. لحد دلوقتي كويس، لكن انا محتاج الباند ده از تكست فاليو، محتاج اطلعه من جوه الليسته، مش عايز اسيبه جوه الليسته بالشكل ده. فعشان اعمل كده هعمل اتنين كيرلي براكت او اللي هو القوس المعقوف، واحط في النص الزيرو. والزيرو ده بيمثل ايه بالظبط؟ بيمثل اول لاين، اول لاين الوحيد. طبعا احنا قلنا ان الكويري بتبدا من صفر، ترتيب اللاينز يبدا من صفر، فواحد ده يساوي الصفر احنا حاطينه فوق، فهعمل تشيك مارك فهيكتب لي هنا باند، فكده فعلا جبت الاسم اللي انا عايزه. تعال نقف هنا ونعمل رايت كليك ونعمل تغيير الاسم ده، وده هنسميه الكولوم نيم وليكن حاجه زي كده عشان بعد كده نستخدمها. طبعا دلوقتي انا محتاج بقى ارجع هنا واستخدم كولوم نيم دي مكان كلمه باند، يعني شايف كلمه باند اللي احنا كاتبينها بايدينا دي، عايز احط مكانها كولوم نيم. الافضل اني اغير الترتيب، فهاخد كولوم نيم دي احطها فوق. طبعا لما اعمل كده الخطوه الاخيره هتضرب لانه باصص على الخطوه اللي قبليها اسمها كولوم نيم، فعايز اخليه يبص على خطوه تشينج تايب. فممكن ابدا اكتب له كده تشينج تايب اهو، فعلا كده باص على تشينج تايب، وبعد كده اعمل علامه الصح. دلوقتي اشتغل التاني، ممكن دلوقتي بقى اعمل اديت ومكان كلمه باند اللي موجوده هنا، او لو سمحت حط لي مكانها الكولوم نيم دي، طبعا اسم الخطوه اللي قبليها على طول، وادوس على اوكي. تقريبا كتبتها غلط، تعال نصلح الكتابه، فهكتب كولوم نيم وادوس على اوكي. فكده بقى عندي بشكل ديناميكي المعلومات اللي انا محتاج اعمل عليها فلتر راحت في كولوم لوحده جديد، وبهيدر ثابت اسمه كاستم، فممكن استخدمه في عمليه الفلتر بشكل ايه؟ بشكل مباشر. يبقى كده انا فاضل لي حاجه كمان علشان يبقى القصه بتاعتي جاهزه، محتاج اروح اجيب الفاليوز من فلتر، محتاج اروح فلتر واقول له لا انا عايز بقى المعلومات حضرتك اللي موجوده في الحته دي اللي هي تحت الهيدر دول، حطهم لي هم كمان في لسته عشان لما استخدم الفلتر اعرف كمان ادور على المعلومات دي او اقارن المعلومات دي. طيب عشان نعمل كده هنعمل ايه؟ هنرجع تاني على داتا ام كود دي الكويري الاصليه، وهنعمل برضو خطوه جديده. الخطوه دي هنستخدم فيها فانكشن برضو قلنا عليها قبل كده واحنا بنقول المقدمه اللي في الاول، هنستخدم فانكشن اسمها تيبل دوت كولوم. هفتح قوس عايز مني حاجتين، عايز مني اسم التيبل، التيبل طبعا اسمه فليكس فلتر، وعايز مني اسم الكولوم اللي انا عايز استخرجه، فطبعا احطه في صوره تكست، يعني احطه جوه اتنين دبل كوت. وانا طبعا عارف اسم الكولوم، ممكن اكتبه بايديا اقول انا عايز الباند، صح؟ مش هو يشتغل كده؟ اه يشتغل كده، لكن انا اوريدي جبت اسم الكولوم، فممكن استدعيه على طول اقول له انا عايز الكولوم نيم، واعمل التشيك مارك، فهتلاقي ادي الليسته بقت جاهزه، وعندي ستيب اسمها كاستم 1 رايت كليك ورينيم، تعال نسميها مثلا الايه؟ الفلتر داتا مثلا، دي الداتا اللي استخدمها في الفلتر. وخليني برضو اغير الترتيب، هحطها برضو قبل ايه ادت كاستم اللي موجوده هنا. طبعا اول ما احطها الكويري برضو هتبقى محتاجه شويه تظبيط. بص ارجع كده، صحيح هو هنا اشتغل على تشينج تايب صحيح، لكن هنا
في الكولم الاخير اشتغل على الخطوة السابقة على طول، فمحتاج ارجع اظبطها واقول لا اشتغل لي هنا على ايه كولم نيم. فكده بقى ايه زبطت الترتيب بشكل ممتاز. كده الترتيب بتاعي ماشي كويس، اول حاجة جبت الكولم نيم، بعد كده الفلتر ديتا، وبعد كده عملت اد كاستم كولم، جبت فيه الحتة اللي انا عايز استخدمها في عملية الفلتر او الكولم اللي هستخدمه في عملية الفلتر. كده فاضل ان انا اعمل الفلتر، وعشان اعمل الفلتر طبعا هستخدم الفانكشن اسمها تيبل دوت سيلكت روز. بدل ما اكتبها من الاول ممكن انا اعمل اي فلتر هنا بسرعه على الكولم ده، واختار مثلا ايه واقول اوكي، وابص على الفورمولا بار هتلاقيه هو اوريدي كتب لك الفانكشن بشكل كويس. ادي الفانكشن تيبل دوت سيلكت روز، اختار الخطوه اللي قبليها ادد كاستم كولم، وبعدين ايتش معناها عدي على لاين باي لاين، وادي الكونديشن الكاستم بيساوي ايه، الكولم اسمه كاستم بيساوي ايه. انا ممكن بقى اغير هنا، مش محتاج اعمل كده، هشيل دي وهستغل القوسين دول وهحط قبليهم اسم الفانكشن بتاعتنا اللي اتكلمنا عنها من شويه اللي هي list.contains، وبعد كده هبدا اخش جوه القوس. الاول محتاج مني list الفاليوز اللي هقارن بيها اللي هي هتكون موجوده فين في فلتر داتا، الخطوه اللي اسمها فلتر داتا اللي احنا جبنا فيها الفاليوز من التيبل الثاني. طب هقارنها بقى انا هو عمود، هقارنها بعمود اللي اسمه كاستم، وطالما قلت له ايتش يعني هيعدي على لاين باي لاين او فاليو باي فاليو جوه الكاستم ويعمل الكومباريزن دي. فاكرين احنا قلنا list dot contains بتقارن لستة اللي هي فلتر داتا بسنجل فاليو، السنجل فاليو موجوده فين؟ موجوده في الكاستم. طب انا مديله عمود بالكامل، اه صح، بس مديله برضو ايتش، معنى كده هيعدي على قيمه. يبقى كده هو هيشتغل بالشكل الديناميكي اللي انا عايزه. فممكن بعد كده اعمل التشيك مارك، طبعا برضو كتبت غلط، فبدل ايه فلتر داتا ناقصها اي ار، فممكن ايه اصلحها. فكده بالظبط جاب اللي انا عايزه، جاب لي الناس اللي موجوده في الاي والناس اللي موجوده في البي، ويشتغل بشكل ممتاز جدا، وكده شغال بشكل ديناميكي. كل اللي ممكن اعمله ان انا اقف هنا واقوله لو سمحت ديليت الخطوه دي، وممكن بعد كده اعمل لود للخطوه دي. طبعا انا عندي هنا 2 كويري، مش هينفع اعمل لود مره واحده، فهقول له كلوز اند لود، كلوز اند لود تو، واول حاجه هقول له اونلي كريت كونكشن وادوس على اوكي، وبعد كده هختار الداتا ام كود رايت كليك واقول له لود تو، وهقول له لو سمحت حطها لي في تيبل اكزيستنج ورك شيت، وتعالى بقى نجرب كده مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ادي الباند هو كده شغال كويس، تعالى بقى نغير نحط الديبارتمنت مثلا ونعمل رايت كليك ونقول له ريفرش، يبقى شغال معاك بشكل ديناميكي ممتاز جدا. لكن انا ممكن اعمل شويه تحسين في الكويري بتاعتي، فهرجع اعمل ليها ايديت تاني دبل كليك وهفتحها ونعمل شويه تحسينات. التحسين الاولانيه هرجع لخطوه الفلتر، خد بالك انا كده لازم ايه وانا بعمل الكومباريزن دي ليست دوت كونتينز هتلتزم بالقصه بتاعت ايه ان الكويري كيس سنسيتيف. يعني لو انا بعمل سيرش دلوقتي ودخلت فيه الجدول بتاع المدخلات ده، دخلت فيه الماركتنج بام سمول، مش هيفهمها. لكن لو حبيت اخليه يتجاهل موضوع الكيس سنسيتيف دي، فهاجي جوه فلتر دوت كونتينز بعد كاستم دي هعمل كاما، هلاقي ان في بعد كده بارامتر تالت اسمه ايكويشن كرايتيريا، وده ممكن احط له فانكشن اسمها كومبير دوت اوردينال اجنور كيس. لو اخترت دي معنى كده ان هو هيتجاهل باستمرار موضوع ايه، موضوع الكيس سنسيتيفيتي، وبالتالي ادخل سمول ادخل كابيتال هيشتغل معايا بشكل ايه، بشكل ممتاز. طيب هل في تحسين تاني ممكن اعمله؟ انا ممكن ان انا اقدر اتخلص من خطوة 2 وخطوة 3. بمعنى ايه؟ انا مش لازم اصلا، قلت لك انا في الاول انا مش لازم اصلا اعمل اضافة لكولم زي ما انا عملت كده. انا عملت ده عشان اوريهولك بشكل فيجوال، لكن انا ممكن بشكل فيرتشوال بشكل غير مرئي كاني بعمل الاضافة دي، بحدد المعلومات اللي انا عايزها عن طريق function field dot record، وبناء عليها على طول اعمل الفلتر. طب عشان اعمل كده هعمل ايه؟ بدل اد كولم دي هعمل على طول الفلتر هنا، هغير اد كولم دي، هغيرها بايه؟ هغيرها بتيبل دوت سيلكت روز. طيب تعالى بقى نخش جوه تيبل دوت سيلكت روز، عايز مني اول حاجه جدول، مفيش مشكله هيشتغل على تشينج تايب نفس الكلام. بعد كده هو مش عايز بقى ان انا ايه اسم عمود جديد، خلاص مش هضيف عمود جديد، فهشيل دي خالص مش عايزها. وبعد كده هيقول لي ايه ايتش، ايتش ادي المعلومات اللي انا هدور فيها، ادي الفاليوز اللي انا هديها له عشان يقارنها بالليسته اللي احنا جبناها. فيبقى ممكن هنا على طول بعد ايتش استخدم ايه، استخدم ليست دوت كونتينز. هفتح القوس، الليسته اللي هقارن بيها زي ما عملناها مفات بالظبط اللي هي اسمها ايه، اسمها فلتر داتا، والفاليو اللي هيقارن بيها اللي هي مين، ريكورد دوت فيلد اندر سكور اللي هو الفانكشن دي كلها على بعض اسمها ريكورد دوت فيلد، دي الفاليو هيقارن بيها. وبعد كده في الاخر برضو هزود له موضوع ان هو يجنور الكيس سنسيتيفيتي. يبقى كده الفانكشن كلها خلاص جاهزه،
محتاج بس اضيف في الاخر اقفل بس القوس اللي في الاخر، يبقى كده table dot select rows اشتغلت على طول على list dot contains، بتعمل مقارنه مع الليسته اللي موجوده في فلتر داتا، وبتروح تبص على الفيلد بتختار منه المعلومه موجوده في الفيلد اللي اسمه column name، بيعدي underscore يعني line by line، بيعمل comparison، وهو بيعمل comparison بيتجاهل موضوع الكيس سنسيتيفيتي. تعال كان نجرب نعمل التشيك مارك، وهتلاقي بالظبط وصلنا للنتيجه اللي كنا وصلنا لها قبل كده من غير ما نضيف كولوم ونرجع بعد كده نشيله. يبقى ممكن اشيل على طول الخطوتين اللي بعد كده، اعمل لهم ديليت واكتفي بالخمس خطوات اللي موجودين قدامنا، واخر خطوه دي اقول له لو سمحت رينيم ودي سميها فاينل ريزلت، وادوس انتر وبعد كده كلوز اند لود. فكده شغال معاك بشكل ممتاز. تعال بقى نجرب نعمل حل باستخدام الميرج كويريز. عشان اختصر بعض الوقت، رايت كليك على الكويري بتاعتنا، دوبليكيت هيعمل لي كوبي، هنغير اسمها نخليها داتا اندرسكور ميرج، وبعدين هنستبعد اخر خطوه لاني هستخدم زي ما قلنا ميرج كويريز. كمان موضوع الليسته اللي فيها الفلتر داتا دي كمان مش هحتاجها، ريد اكس هتخلص منها، وهنحتاج الخطوه بتاعه الكولوم نيم عشان بعد كده نستخدم الميرج بشكل ديناميكي، فهنسيب الخطوه دي. وتعالى نبدا نعمل ميرج بشكل طبيعي خالص زي ما بنعمل. فهبدا من الخطوه اللي قبلها تشينج تايب، هروح على هوم كومباين ميرج كويريز. طبعا هيطلب مني انسيرت ستيب مفيش مشكله، هيفتح لي الويندو بتاعه ميرج كويريز. باي ديفولت ادي الجدول الاولاني، الجدول بتاع الداتا ميرج. من الجزء اللي تحت هختار التيبل التاني اللي هو فليكس فلتر، الكولم المشترك ديبارتمنت هختار من هنا وهختار من هنا. وبعد كده محتاج احدد الجوين كايند. في ناس عملت حل بالليفت اوتر وده مش غلط، لكن هيطول الحل شويه وهوريك ازاي. فهسيبها دلوقتي ليفت اوتر وهدوس على اوكي. هيعمل ايه؟ هديك كولم جديد وكل كولم موجود فيه تيبل، راح جاب الماتشنج روز من التيبل التاني. طب الوضع عامل ازاي دلوقتي؟ انا عندي لو بصيت عدد الروز الموجودين زي ما هم 20 روز اللي في الجدول الاصلي، لكن الكولوم ده راح عمل ايه؟ دور على كل واحده في التيبل التاني، ولو لقى معلومات مشتركه بيروح يجيب لي المعلومه داخل التيبل ده. فمثلا لو بصينا على الماركتنج هتلاقي جاب لك ماركتنج مفيش مشكله، لو بصيت على السبلاي تشين جاب لك سبلاي تشين، روح بص على الفاينانس لا ما كانتش موجوده، بص كده فليكس فلتر ما فيهاش فاينانس، يبقى لما راح جاب الداتا بتاعتها استبعد الفاينانس او جاب لك امتي. يبقى عشان الفلتر بتاعي او عمليه الفلتريشن تكتمل لازم الاول اعمل اكسباند، فهروح اعمل اكسباند للكولوم ده واطلع منه الديبارتمنت، هو طبعا كولوم واحد، هدوس اوكي انسيرت ستات مفيش مشاكل. فبقى عندي بعض الروز فيها قيمه والبعض الاخر فيه نل، يبقى الاول لازم استبعد النل عشان اكمل البروسيس بتاعتي، فهروح على الفلتر واستبعد النل وادوس على اوكي. دلوقتي الفلتر بقى شغال كويس، كل ده على فكره صح 100%. وبعد كده هدلت الكولوم الجديد لانه بقى متدبلر، فهعمل رايت كليك واقول له ريموف. عملت كام خطوه دلوقتي؟ عملت ايه؟ رحت عملت ميرج كويريز اكسباند وبعد كده فلتر روز وبعد كده ريموف كولومز، اربع خطوات عشان احل المشكله دي. في حين ان انا لو رحت استخدمت الرايت اوتر هيحل المشكله دي كلها في خطوه واحده بس. ليه؟ لان الرايت اوتر هيروح يدور الاول في الجدول الثاني، هيبدا من الجدول بتاع الفليكس فلترز وهيرجع على الجدول الاولاني ويجيب لي الروز بس اللي فيها اشتراك او فيها ماتشنج. طب تعال نجرب كده، هرجع من اول اكسباند وابدا اعمل ديليت، هشيل اكسباند، هشيل فلتر روز وهشيل ريموف كولومز. بعد كده من ميرج كويريز هدوس على الويل اللي على الجنب عشان اغير السيتنجز بتاعت عمليه الميرج، وبدل ليفت اوتر هختار رايت اوتر وادوس على اوكي. راح بدا من الجدول ده وراح جاب لي بس الروز المشتركه معاه، فكده عمليه الفلتر حصلت بشكل اوتوماتيك من غير ما اضطر اعمل اكسباند وبعد كده فلتر. كمان عايز اقول لك انت لو عملت لود دلوقتي الكولم الاخير ده اللي جواه تيبلز ده هيستبعده من عمليه اللود للتيبل، فحتى مش محتاج تعمل ديليت لاخر ايه لاخر كولم. فاضل لي بس ان انا اخد البيانات بتاعت الكولم بشكل اوتوماتيك. طبعا هنا زي ما انت شايف ده اسم الكولم الديبارتمنت، بس انا عايز اخده بشكل ديناميكي، يبقى افضل اغير الترتيب. فهاخد كولم نيم ده اطلعه فوق، وبعد كده هروح على الخطوه الاخيره. طبعا هتكون مش ظابطه معايا، ليه؟ لانه قاري من الخطوه السابقه، لما غيرت الترتيب ارى من كولوم نيم الخطوه السابقه ده اسم التيبل الاولاني اخده من كولوم نيم، لا انا عايزه ياخده من الخطوه اللي قبليها. فهبدا احط هنا مكان كولوم نيم دي، هبدا احط مكانها مين؟ احط مكانها تشينج تايب الخطوه اللي قبلها. لو عملت التشيك مارك هتلاقي الكوي رجعت مظبوطه. لو فتحنا الفورمولا بار هتلاقي هو واخد اول جدول
وبعد كده الكولوم المشترك او الكولوم اللي بيعمل عليه ماتشنج، وبعد كده الجدول الثاني، وبعد كده اسم الكولوم اللي بيعمل عليه ماتشنج. يبقى لو غيرت اسم الكولوم هنا هيقدر على طول يعرف الكولوم بشكل دايناميك، فهعلم على دي، وبدل اللي مكتوب هنا ما هو هارد كودد ديبارتمنت دي هستخدم مكانها كولوم نيم، ونفس الكلام هعمله هنا هستخدم برضو كولوم نيم، واعمل تشيك مارك وانا كده خلصت. لو قلت له كلوز اند لود، كلوز اند لود تو، تعال نحطها في الاكزيستنج ورك شيت ونحطها في كولوم او وندوس على اوكي. ادي الدنيا اشتغلت معاك بشكل هايل، وطبعا عدد خطوات اقل كتير من لو كنا عملنا الليفت اوتر. تعال بقى نجرب نغير. هاخد المره دي الباند كنترول سي كنترول في من داتا ريفرش اول، اشتغل معاك بشكل كويس. القصور الوحيد اللي في القصه دي ان لو حضرتك غيرت الدي دي وخدتها مثلا دي سمول ورجعت عملت ريفرش اول، هتلاقي الكويري اللي جايه من الفلتر اللي جايه من الام كود سولوشن ما بيحصلش فيها مشاكل، عشان استخدمنا كومبيرر دوت اوردر اجنور كيس. لكن بالنسبه للميرج كويري ما قدرناش نتخلص من القصه دي، فيبقى لازم اعمل سيرش بنفس الكيس. لو ابر كيس يبقى ابر كيس، لو لور كيس يبقى لور كيس. في نهايه الفيديو احب اشكر كل الناس اللي شاركت معانا في التحدي ده: شهاب الصغير، زيفزديانا اجاتكس، فتحي طه، محمد اشرف الحجار، عظيم محمد، وميلند كاباديا. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناه واعمل شير وسيب لي كمان تعليق، واشوفكم في التحدي الجاي. وسلام طيبين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.